جمع ثورية للمطالبة بتوفير الخدمات ورفضا لمخططات قوى الشر. الحديدة، ضبط قاطرة محملة ب41,000 لتر ديزل كانت في طريقها للسوق السوداء. أهلا بكم، أحيا ثوار عدن جمعة جديدة أسموها جمعة ثورتنا مستمرة. الثوار أشادوا بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وطالبوه في ذات الوقت بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، ودعا ثوار عدن إلى التعبير بسلمية في المطالبة بتوفير الخدمات بعيدا عن العنف والفوضى والتخريب. من جهته حذر خطيب الجمعة محمد بن هادي من أبواق الثورة المضادة، وأشاد بيقظة رجال القوات المسلحة والأمن في إفشال مخطط الانقلاب وإغراق العاصمة صنعاء بالفوضى. وفي ساحة الحرية بتعز، أحيا الثوار جمعة لن ينال من ثورتنا عفاش. جمعة هذا الأسبوع هي الجمعة رقم 179 ضمن الجمعة الثورية التي يحييها ثوار تعز بشكل متواصل دون انقطاع. الجمعة رقم 179 بساحة الحرية بتعز، والتي تأتي بظروف استثنائية تمر بها البلاد، وما دام هؤلاء الثوار لم ينقطعوا عن ساحتهم فستتحقق طلباتهم ولن ينجح التخريب. إننا اليوم نقف في خندق واحد مع أبطال القوات المسلحة والأمن لمواجهة الثورة المضادة، الثورة التي رفعت شعار التخريب والقتل والتفجير، الثورة التي تريد أن تقضي على كل حر وحرة، ثورة التخريب في وجه الثورة السلمية. الثورة المضادة تحاول جر البلاد إلى المجهول، وهناك واجبات يجب القيام بها لإيقاف التخريب. إننا نريد أن تعمل الحكومة متضامنة دون أن يأتي أحد أعضاء الحكومة ويظهر نفسه بريئا ليحمل الآخرين المسؤولية. إننا نريد استكمال أهداف الثورة، رعاية أسر شهداء الثورة، رعاية الجرحى جرحى الثورة. هؤلاء الأبطال الذين قدموا دماءهم وتحملوا المآسي من أجل أن يصل الشعب إلى الفرصة. إننا نريد إكمال نقل السلطة على كل المستويات، السفارات والإدارات العامة. نعم، إن التغيير إلى الآن لا يزال فوقي فقط ولم يصل حتى إلى جزء يسير. إلى الآن ما حدث التغيير إلا التغيير الشكلي فقط. نريد تغييرا كاملا بحسب المبادرة الخارجية. اليمن أغلى وأكبر من كل التآمرات والدسائس، وما دام فيها رجالا أوفياء ومحبون يقدمون كل غالي من أجل وطنهم فسيبطل مكر الماكرين. كما أحيا شباب الثورة بساحة الحرية بمحافظة حجة جمعة الاصطفاف الوطنية ضد تحالف قوى الشر الإرهابية والانقلابية. ودعا خطيب الجمعة الشيخ كمال القدمي، دعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف والوقوف ضد من يحاولون إثارة الفوضى والعودة باليمن إلى الماضي. كما نشد رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق تفويت الفرصة أمام المزيدين على أبناء الشعب اليمني بافتعال أزمة المشتقات النفطية وضعف الخدمات. نتابع المزيد في التقرير التالي. الاصطفاف الوطني ضد تحالف قوى الشر الإرهابي والانقلابي كان عنوان جمعة شباب الثورة بساحة الحرية بمحافظة حجة، تأكيدا على رفض مشاريع الإرهاب والتمرد والانقلاب على إرادة الشعب اليمني. وقد تجد قوى الشر التي تحارب التغيير مختلفة في الأيديولوجيات، مختلفة في العقائد، مختلفة في الأفكار،
مختلفة من الأهداف، لكنهم يجتمعون جميعا على عرض دعوات الإصلاح والتغيير. وحيا خطيب الجمعة الشيخ كمال القدمي جهود الأجهزة الأمنية وكافة القوى الخيرة في اليمن لتصديها لمشروع الانقلاب الذي تبنته قوى الشر منتصف الأسبوع المنصرم، وإحباطها للعديد من المؤامرات الهادفة إلى إفشال مشروع التغيير. نحيي من هذا المقام ومن هذا المكان المبارك من ساعة الحرية والتغيير، نحيي الأجهزة الأمنية التي استطاعت بفضل الله عز وجل ثم بيقظة أبنائها اكتشاف خامس مخطط من مخططات الانقلاب التي تحاك ضد هذا البلد والقضاء عليه في مهده. كما ردد شباب الثورة هتافات تدعو إلى الاصطفاف الوطني وتردد بمشاريع قوى الشر وتطالب بمحاكمة داعمي الإرهاب والانقلاب. ويأتي تنفيذ جمعة الاصطفاف الوطني ضد تحالف قوى الشر في ظل أحداث وأزمات مفتعلة تشهدها اليمن من قبل معيقي مسيرة التغيير، وهو ما يستدعي توحيد كل الجهود السياسية والاجتماعية للحفاظ على مكتسبات الثورة الشبابية والإسهام في حاضر ومستقبل اليمن الجديد. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية من ساحة الحرية محافظة حجة. تمكن رجال الشرطة في مركز الجميشة بمدينة الحديدة من ضبط قاطرة محملة ب 41 ألف لتر من مادة الديزل كانت في طريقها للبيع في السوق السوداء. وأوضح العقيد سعد الضلاع مدير مركز شرطة الجميشة بأن ضبط القاطرة جاء من خلال الدورية التابعة للمركز، حيث تم إيقاف سائقها للتأكد من الحمولة ومطابقة التصريح، والذي كشف أن سائق الطائرة القاطرة قد غير خط سيرها لغرض بيع كميات الديزل في السوق السوداء. سجل فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة 11 مشروعا استثماريا جديدا خلال يناير مايو من العام الجاري بتكلفة تجاوزت 28 مليار ريال. وأوضح مدير عام فرع الهيئة عبدالله عبدالباقي في تصريح صحفي أن تلك المشاريع تشمل 7 مشاريع صناعية ومشروعين خدميين بالإضافة إلى مشروعين سياحيين، مشيرا إلى أن المشاريع ستستوعب 381 من العمالة المحلية. في الحديدة أيضا دشن وكيل المحافظة الدكتور الأحسن الطاهر معرض الكتاب الأول بمديرية باجل. المعرض تنظمه مبادرة اقرأ وترعاه الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة وبالتنسيق مع المجلس المحلي بالمديرية، ويستمر لمدة 15 يوما. وكيل محافظة الحديدة أشاد بافتتاح مثل هذه المعارض التي تساهم في التشجيع على القراءة والاطلاع على كل جديد في مختلف المجالات. افتتح اليوم في تعز معرضا للصور الفنون التشكيلية لطلاب وطالبات الجامعة اللبنانية. المعرض احتوى على أكثر من 200 لوحة مختلفة في فنون الرسم والمجسمات والجرافيكس من إبداعات الطلاب الخريجين من الجامعة هذا العام. أقامت منظمة بصمة جيل يوم أمس بتعز المهرجان التوعوي الختامي للمرحلة الأولى حول عدد من القضايا التي تهم المجتمع، ومن بينها قضية الفقر والرشوة وعمالة الأطفال والتعليم. التوعية بهذه القضايا تمت عن طريق عمل الإذاعات المدرسية وتوزيع البروشورات.
يشارك أكثر من 200 طالب في مديرية تريم في دورة اكتشاف المخترع الصغير بوادي حضرموت. الدورة تستمر 3 أيام وتنفذها مؤسسة حضرموت للاختراع بالشراكة مع معهد التفوق للتدريب والتأهيل بهدف تطوير وتعزيز قدرات المواهب المكتشفة بمديريتي تريم وسيئون وفق برنامج معد لذلك. مشاهدينا، بقي نذكر بأبرز العناوين. جمع ثورية للمطالبة بتوفير الخدمات ورفضا لمخططات قوى الشر. الحديدة، ضبط خاطرة محملة ب 41,000 لتر ديزل كانت في طريقها للسوق السوداء. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.